الحمد لله طبعا اسرتي كان الموضوع فيه لبس، يعني ما كانش فيه خطف ولا حاجه، هو كل طبعا، ولكن اي حد لما يكون فجاه اسرته تختفي فهيفكر في ايه؟ هيفكر في اي حاجه اي سبب إن كان يعني، ولكن احنا طبعا ما كناش محددين انه خطف بالظبط، ممكن يكون زعلانين، ممكن يكون مثلا في اي سبب تاني، ولكن الحمد لله رب العالمين اسرتي بخير، وهم طبعا نوروا بيتهم من تاني. القصه كلها ان هم زي ما قلت لكم قبل كده كانوا مسافرين الشرقيه، ولما ركبوا طبعا ركبوا عربيه غلط، العربيه الغلط دي بدل ما توديهم الشرقيه ودتهم اسماعيليه. فطبعا البنت بتتصل بالتليفون، حد يعني ابن حرام الله يسامحه بقى خطف التليفون منها، ففي اللحظه دي التواصل انقطع. ما عرفناش طبعا ان احنا ايه نتواصل معاهم، وهم طبعا برضو قاعدين خايفين مش عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين. فطبعا في اسره هناك في اسماعيليه استضافتهم يومين، وقعدوا مع البحث يمين وشمال، المهم ايه لغايه ما وصلوا المكان خالتهم، فخالتهم طبعا يعني استضافتهم هناك على اساس العيال كانوا طبعا خايفين الفتره دي كلها يرجعوا ازاي، فطبعا تفكير يعني كل واحد وتفكيره ازاي. وطبعا انا لما اتصلت بخالتهم وكنت انا طبعا شايط، وطبعا زعقت لها في التليفون ان هم فين او تعرفي حاجه، فهي طبعا لما عرفتني ان انا ببتدي ان انا هددها مثلا ان انا ممكن اعمل اسوي فيك لو هم معاسة عندي كنت مخبيه، فطبعا على حد تفكيرها قالت ده ممكن يعمل لي مشاكل مع جوزي، فطبعا هي خافت تتكلم. ليه؟ عشان خاطر طبعا ما اعملش مشاكل معاه او مع جوزها، لانه طبعا انا في نار، فخافت ان النار دي ان تحرقها او تحرق اي حد تاني. فالحمد لله رب العالمين بعد طبعا لما عرفت ان الموضوع خلاص وصل للجهات الامنيه، والجهات الامنيه حددت المكان بتاعهم، فطبعا هي ما قدمهاش ان تقول فعلا هم الحمد لله موجودين، والجهات الامنيه ما صبرتش للتاني يوم راحت جابتهم، والحمد لله رب العالمين. طبعا بعد ما قوموا عملوا يعني انا عايز اقول والله العظيم مش مجامله في الشرطه ولا حاجه، بس اللي انا شفته من الشرطه انه كانوا قلقانين يعني عليهم كانهم هم دول اسرتهم. ده اول نقطه. ثاني نقطه، مدير النيابه زياد بيه الراجل المحترم الراجل الطيب، والله العظيم انا بشكره الف شكر. وطبعا انا هشكر الاسماء اللي انا اعرفها، ولكن انا بشكر كعامه من الاسماء الشرطه، ولكن طبعا احمد بيه حمدي رئيس المباحث، طبعا محمد بيه حسام، طبعا في كتير بس انا والله غابوا عن دماغي، انا بشكرهم كلهم يعني عموما يعني، وبشكر مفتش المباحث طبعا. فكلهم كلهم من اول عسكري لاعلى رتبه والله كانوا متعاطفين معايا، كانوا مهتمين باولادي لما جم، يعني مش عايز اقول لك اول ما جم طبعا سالوهم كلتوا وما كانت، جابوا لهم اكل وجابوا لهم ميه معدنيه وجابوا لهم يعني مشروبات. فبصراحه انا ما شفتش اي اسم قبل كده بيحصل فيه الكلام ده. فطبعا مدير النيابه برضه زياد بيه الراجل محترم جه سالهم فيها انتوا خايفين من حاجه في بتاع، فالحمد لله رب العالمين اسرتي رجعت بالسلامه والحمد لله، وانا بشكركم الف شكر، وبشكر كل اصدقائي على الفيس، وبشكر كل الناس. طبعا دي زوجتي، وطبعا دي غرام، وده مصطفى، وده طبعا منار كانت معايا كده كده في البيت، وطبعا منى وساميه هي اسمها اميره طبعا اسم الشهره، ورحمه، وده احمد طبعا ورايا، واللي بيصور ده هو حماده في البيت الحمد لله. وبشكركم الف شكر، بشكر كل الناس.